هل ترى أن هناك نتيجة في الاتجاه نحو الحل السياسي عقب هذا الاجتماع بدور من الدول الإقليمية أو المحيطة بليبيا؟ هو أعتقد يعني عندما اطلعت على البيان الذي صدر منذ قليل يعني كان مهم الإشادة أو التركيز على بعض النقاط المهمة، يعني الترتيبات الأمنية بأن تكون بكوادر أمنية داخل العاصمة طرابلس ودعمها بشكل قوي جدا، قطع الطريق على التدخلات الخارجية، وهو بتقديري كما قال السيد سامح شكري وأكد على أن هي السبب الرئيسي في أو السبب أحد الأسباب اللي أطالت من عمر الأزمة في ليبيا، ولا يمكن الذهاب إلى حلول جذرية حقيقية في ليبيا إذا لم تتوقف تلك التدخلات القادمة من الخارج. سنده في هذا الرأي وزير الخارجية التونسي من جهة أخرى، وهي أن الميليشيات طالما أنها تحمل السلاح فإنها ستعرقل العمل السياسي في ليبيا. وزير الخارجية الجزائري أيضا شدد على أن مشكلة كبيرة جدا للتدخلات الخارجية. إذن هنا نرى انسجام كبير لدى دول الجوار، اطلاعها بخطورة الوضع واستمرار الفوضى في ليبيا يشكل خطرا كبيرا على الليبيين أنفسهم. أيضا قطع الطريق على التقسيم أو التلويح بورقة التقسيم في ليبيا، استمرار هذه الفوضى لا تخدم الصالح الليبي ولا تخدم دول المنطقة. بتقديري أنها تشكل عامل ضغط ومساند على البعثة الأممية كما أشادوا بدور الغسان سلامة وقدموا له الدعم وأنهم يدعمونه في خطواته في إطار المشروع الحل، وأن الاتفاق السياسي سيبقى هو الموجود طالما أنه لا وجود لاتفاق آخر، لأنه هو الهيكل المنظم الذي نتمنى حقيقة أن يكون فيه ضغط. نحن نتأمل أن تكون في دول الجوار ضاغطة على الأطراف السياسية في ليبيا لإنتاج توافق حقيقي للذهاب. الآن نرى العمل الميداني على الأرض كما تفضل السيد هاني خلاف بذكره ميدانيا في الجنوب. نحن فعلا قاربنا على إعلان تحرير الجنوب، وهي بمثابة تأييد تحصل عليه من كل دول الطوق ودول الجوار وأيضا حتى الإقليم. يعني لدينا ملفات مهمة، الهجرة غير الشرعية إقفالها يأتي من الجنوب، الإرهاب ومكافحته يأتي من الجنوب، التنمية الحقيقة التي تشهدها ليبيا بالكامل تأتي من الجنوب، لأن في الجنوب هناك مخزون الطاقة الرئيسي، النفط نتحدث عليه بالدرجة الأولى وهو مصدر الدخل للليبيين، يأتي من هناك من حقول كبيرة جدا تصدر ما يقارب من نصف دخل ليبيا من النفط، وبالتالي هذه مسألة مهمة. اليوم الاجتماع هنا بالقاهرة مهم جدا، يأتي في بلورة وجهات النظر الاتفاق على دعم ومخرجات ما يريده الليبيون بالذهاب إلى انتخابات، ما يريده من اتفاقات محاربة الإرهاب وما إلى ذلك من تعزيز الثقة ما بين الأطراف الليبية أيضا من ناحية أخرى. نعم.